السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحكومة تضيق الخناق على المعاملات التجارية عبر المنصات الالكترونية من اداء الرسوم الجمركية مهما قلت قيمة المقتنيات وذلك بمصادقتها على مرسوم يستثني صراحه المعاملات المنجزه عن طريق المنصات الالكترونيه من الاعفاء من الرسوم الجمركيه عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمه هذه الارساليات القرار اعتبر تضييقا على لجوء المغاربه الى شراء مقتنيات ذات قيمه ضعيفه من عدد من المواقع الالكترونيه التجاريه الدوليه خاصة ان مدونة الجمارك كانت تعفي من الرسوم الجمركيه وغيرها من الضرائب المستحقه عن الاستيراد، وصادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يقضي بتغيير المرسوم المتعلق بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشره قدمه فوزي القشع الوزير المنتدب لدى وزيره الاقتصاد والماليه المكلف بالميزانيه. ويهدف المشروع بحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى تشديد المراقبة الجمركية للإرساليات التي تتعلق بالمعاملات المنجزة من خلال المنصات الإلكترونية.